يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا اليوم من قصص جمانة. راح أحط لكم رابط سنابه في صندوق الوصف. تقول صاحبة القصة: أنا تزوجت زوجي عن حب، استمرت علاقتنا حلوة ويحبني ويدلعني، لين دخلت بيننا بنت عمي اللي يصير زوجي ولد عمنا كلنا. هي من زمان تبيه بس ما صار نصيب، تزوجت وانفصلت ورجعت تبيه، حاولت تكلمه مرة واثنين وثلاث لين لان أكلمها. حسيت إنه يخبي شي، فتحت جواله وكانت هنا صدمتي، لقيت بينهم تواصل والمشكلة أغلب كلامها سب فيني. طبعا من قوة الصدمة مسحت فيه الأرض وهو صار يترجاني وإنه آسف، وجلس مريض فترة. حاولت أتخطى بس ما قدرت والله، كان قراري الانفصال وما في أي رجعة، بس إني خفت من ردة فعل أبوي. هي لما شافته اختفى عرفت إني دريت، وجت تراسلني تقول لي ابعدي عنه باخذه. أنا جيت قلت لها جاكي هدية، وزوجي جلس يبكي ودخل أهله في الموضوع. قلت عوضي على الله، بحاول أكون زوجة صديقة أي شيء، أما الحب حرام عليك مني. صح انه قاعد يحاول 4 سنوات لليوم وما خلى شي ما سواه، بس قلبي طاب منه. لو وقع الطلاق على اهلي بسيط كان تطلقت من زمان. احب اقول لها اليوم حسبي الله عليك ونعم الوكيل. حسبي الله عليها، اي وحدة تخرب بيت وحدة من جد حسبي الله عليها، الله يشغلها في نفسها. القصة الثانية. تقول صاحبة القصة: انا البنت الوسطانية، أكبر مني ولدين وبنتين، وأصغر مني ولد عمره 17 سنة، قدر الله وفقدناه في حادث، وأنتم تعرفون غلاءته ومحبة أصغر العنقود. حزن أبوي كثير لدرجة أنه كاد يفقد بصره من حزنه عليه. طبعا أنا حبيبة أبوها وأمها وطلباتي عندهم أوامر. صرت ثالث جامعة، خطبني ولد خالتي، قال لهم أبوي أخطب أختها اللي أكبر منه، قال أنا ما أبي إلا ريم. أبوي استشارني قال لي أنت دلوعة وكل طلباتك مجابة، والولد حاله بسيط وما راح يحقق لك كل أمانيك، أبغاك تفكرين في الموضوع زين. أنا ما أبغى أظلمك، فكري واستخيري. لا إراديا طلعت مني كلمة الرجال ما يعيبه جيبه، ما يعيبه إلا أخلاقه. ابتسم أبوي وعرف من كلامي إني موافقة، وقال يصير خير يا حبيبتي والله ييسر لك كل خير. تمت الخطوبة بشكل رسمي، أبوي ما أخذ عليهم شروط واجد، لكن شرطه الوحيد يكون لي بيت ملك بحكم. أبوي كان حازم في الشرط التعجيزي بحكم ظروفهم الصعبة، لكن هم وافقوا بدون تردد. بعد شهور من الخطبة تمت الملكة، كانت من أسعد أيام عمري. زوجي محترم وطيب وخلوق، أثبت لي حبه وتدليله لي رغم ظروفه المادية، وأنا ما زلت في بيت أهلي. كنت أتمنى اليوم اللي يجمعنا تحت سقف واحد. فعلا كانت مسألة وقت وربي يسرها، جهز البيت وكان أجمل بيت في نظري. جاء يوم زواجي كنت أنتظر هذه اللحظة، لكن صار شيء لم يكن في الحسبان. حصل عندنا مصيبة، قدر الله تأجيل الزواج شهر، وبعدها تزوجنا زواج مختصر. سافرت مدينة بعيدة عن أهلي، استقريت في هذه المنطقة. كانت حياتي جدا جميلة، حالمة رومانسية. الحب والاحترام اللي بيننا خلانا نتغلب على الظروف الصعبة اللي كنا نمر فيها. أبوي وأخوي كانوا يساعدوننا بطريقة غير مباشرة ولا فيها إحراج على زوجي، والحمد لله إذا دام الحب دامت السعادة. بعد شهر من زواجي حصل لي أجمل شيء في عمري، حملي الأول. كنت حيل مبسوطة، ولدت وجبت ياسر. بعد 3 سنوات جبت طفلي الثاني من ولادتي بمولود الثاني، ومع انشغالي بأولادي كتب الله لي الحمل الثالث بعد 4 شهور من الولادة. اتصلت علي أمي وقالت لي: يا ريم أبوك قلقان وخايف عليك من ولاداتك ورا بعض، خصوصا كلها قيصري. بعدها كلمني أبوي وكان مشتاق لي ولعيالي، قال متى تجينا أشوفك؟ قلت له بكرة بحول الله أجيكم يا الغالي. وقتها كنت أرتب عفشي لزيارة أهلي وأجلس معهم أطول مدة ممكنة. صحيت اليوم الثاني بسافر لأهلي، قابلني زوجي كان مكسور وحزين، عيونه كلام. بعدها عرفت بوفاة أبويا المفاجئة بدون ما أودعه ولا أشوفه، وترك في قلبي شوق وحزن ما يمحيه الزمن. ساعات بسيطة وكنت بكون جنبه وأسلم عليه، لكن الله إذا أراد شيء قال له كن فيكون. صح عوضني الله بإخوان حنانهم مثل حنان الأب. زوجي اللي معيشني أميرة وبأم تشوف الدنيا في عيني، لكن فقد الأب ومكانه ما حد يسده. حالتنا المادية زادت سوء، وعندنا 3 أطفال والأمور كل ما لا تضيق. زوجي كان يداوم في منطقة بعيدة عني أنا وأولادي،
زوجي خريج متوسطة ما كان تقبله في أغلب الوظائف الحكومية لأنه ما كمل الثانوي، اللي كان يهون علينا إنه عندنا بيت ملك، مهما ضاق الحال انقفل علينا بابنا ولا أحد يطلبنا إيجار ولا التزامات. كلمت زوجي وطلبته يجي عندنا منطقتنا، المنطقة اللي ساكنين فيها أهلي، مسؤولية 3 أطفال علي كاملة وراتبه قليل. أقنعته يترك الوظيفة لعل الله يرزقه بأفضل منها في نفس منطقتنا وفي نفس الوقت يكمل دراسته. وافق زوجي رغم المخاطرة إنه يترك وظيفته، لكن أمر الله كله خير، جاء زوجي ودور وظيفة، الله رزق وظيفة أفضل من اللي كان فيها وراتب أحسن بكثير، ويسرها الله وكمل دراسته قريب مني أنا وأولادي، والحمد لله بدأت الدنيا تزين بعد الصبر على كل اللي جانا من ضيق الحال. عرفت بعدها إنه أبوي كان حكيم، نظرة ثاقبة يوم كان شرط الوحيد بيت، لأن لو ما كان عندنا بيت ملك راح أكون مضطرة أسكن مع أهله أو أهلي ولا بكون مستقرة، لكن قرار أبوي كان أفضل قرار ونظرة صائبة، الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصة تبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أو السناب، حط لكم الروابط في صندوق الوصف.